فينا الفنات البقوصات الغزالات الكتكوتات ديالي لاباس عليكم بخير كلشي مزيان هانيين نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا ربي 5 5 شاده الموس كندير في غضاله تخلعوش المهم اولا بعدا عندنا الصهد والمد ديال الحراره تي الكوزينه الطيبه طيبه وانا ما عنديش مع الصهد يا ربي تسمح ليا وكندير واحد الاكله مغربيه اللي كلشي كيعرفها وكلشي زيد عليه وكتحمق كيحمق عليها انا براسي في الدار ضروري مرة في السيمانة وحق الله العظيم الا بعض المرات جوج خطرات في السيمانة الا وهي الكسكس المهم غنديرو كسكسو هانتوما معايا الحادقات يلا المهم البنات هالغديبة الجداد هالكسكسو بالخضرة كي شهي تبارك الله نتمنى يعجبكم وتقبلوا عليا هذا الغدا وجد وكسكسو وجد وما نقول لكم جابني تبارك الله عليا الله يعطيني الصحه وصافي وخلاص المهم شاركت معكم هاد النيه وهذا الروتين البسيط ديال الغديوه ديالي انا وليداتي نتمنى يعجبكم وما تنساوش دعموا القناه ديالي وتشتركوا فيها وديروا لايك 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 وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله الحاله ديال الكوثر هما كاينين جوج الاول هو لا تراجع واستسلام للحياه ديما نكون قويه ونكون شجاعه ونكون طموحه وحتى حاجه ما تهرسني والثانيه هي الوالدين تهلاو في والديكم اللي عنده والديه تهلا فيهم واللي ماتوا الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم والديكم ديما 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 فوق الراس يلا السلام عليكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله